صح، كان هناك دولة اسمها دولة اليمن الديمقراطية الشعبية. هذا دولة معترف بها، كانت دولة اليمن الديمقراطية الشعبية كانت تحكم أجزاء واسعة من جنوب اليمن، وهؤلاء كانوا يمنيين واسمهم اليمن، وكانوا يهتفوا بالروح بالتم. نفديك يا يمن. صباح الخير أيها الرفاق، نهنيكم بالذكرى 20 للاستقلال الوطني. هذا شعارهم، بالروح بالدم نفديك يا يمن، شعارهم في المعسكر وفي الجامعة وفي المدرسة. طبيعي يفدوا بلادهم اليمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. لا عقل انهم بيهتفوا لدولة ثانية وهم مشهم يمنيين، وبيهتفوا بالروح بالدم لدولة أخرى. ما كانش عندهم إشكالية في يمنيتهم في أصولهم. حتى النشيد الوطني اللي كانوا يتغنوا به في جامعاتهم مدارسهم في اليمن الجنوبي، ايش كانوا؟ هو نفس النشيد الذي الان نردده كلنا في كل ربوع اليمن، اللي هو رددي اياتها الدنيا نشيدي، نفس النشيد الذي يختم وسيبقى نبض قلبي يمنية. هذا هو النشيد في جنوب اليمن، رددي أياتها الدنيا نشيدي، يعني هو نفس النشيد الذي نردده الآن في الشمال والجنوب والشرق والغرب وفي الغربة، نفس النشيد. أما في اليمن الشمالي وقتها كان نشيدهم مختلف، كان هذا النشيد. حتى العلم هذا الذي الآن بعض الجهلة يسيئوا له وليدعسه وكذا، هذا العلم هو العلم الذي رفع يوم استقلال جنوب اليمن من الاحتلال البريطاني. قدم دفعا جديدا لعزمه التحرري الوحدوي، ومثل رافدا معنويا وعمليا كبيرا لإرادة التصدي والمقاومة والدفاع عن اختياراته وأحلامه الوطنية. ولكن بما أننا في زمن الاستعباد، صح انتهى زمن الاستعمار البريطاني، ولكن دخلنا في زمن الاستعباد الإماراتي، تجد ناس عبيطين من يسيء ويتنكر للنشيد الوطني الذي تغنى به آباء في معسكراتهم ومدارسهم، ويسيئون للعلم الذي رفعه أجدادهم يوم استقلالهم، ويتنكر ليمنيته وللدولة اللي بيطالب استعادتها، الدولة اللي ضحى آباءه وأجداده بدمائهم وأرواحهم من أجل استقلالها وطرد المحتل منها.